انا عمري في حياتي ما خليت حد يمسك عليا زلة ولا زلة، لاني فاتحة نفسي بنفسي عادي، دايما فاتحة نفسي بنفسي مع اهلي ومع اصحابي عادي جدا. منار سامي، منار سامي اللي هي هتعمل حدات يعني على 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 خطى حنين حسام ومودة الأدهم، ونفس التشكيلة اللي مش عارف اقول ايه عليهم. التشكيلة دي اللي يعني انت عاد جاي دايما مصدرهاني وعلى نفس خطى سما المصري، وان شاء الله تحصليها باذن الله. انتوا ده يعني انا عايز اقول لكم كلمتين بس، يعني انتوا مش هتشوفوا نفسكم في اللي انتوا هتعملوه ديتي، ولا البنت هتلبس لبس غريب وهتمشي ماشي غريب وهتعمل حركات غريبه، كل حاجه غريبه. ايه ايه احنا صوتنا اتنبح من احنا عن جلود ديتي، يعني احنا تعبنا من اللي احنا هيقولوه. انا ما عارف كيف انتوا هتقفوا وهتصوروا وهتتنطنطوا، شويه نسانيس دايبين هربانين من دينه الحيوانات. يا جماعه دوروا في الدنانه هتلاقوا ثلاث ارباع النسانيس دول هم الهربانين من دول، والله هدوروا هتلاقوهم. فمنار سامي هتبدا هتتنطط ويعني بتكمل المسيره، وان شاء الله على نفس المنهج بتاعهم، وهتكوني باذن الله باذن الله قريبا خلف الاسوار. ما تقلقيش، اوعي تقلقي ولا تستعجل على رزقك، ديكي ديكي لحد عندك واصبر ان شاء الله. اللي اتحكم عليها بستة والثانيه اللي اتحكم عليها بعشرة ان شاء الله انت تاخديهم 25 سنه باذن الله. ما تقلقيش عشان انت طولت شويه عنهم، فيديوهاتك زادت عنيهم، ف تاخدي الحبس زياده باذن الله. جاك القرف.